يعني غزو من على أدوارتي يضيطيك بس أنه جمعية فين عقلت يديم شتي فقية حتى ديال الشتير نعطيتي هذه النهار الجمعة نهار ثلاث اجتمعوا الناس ديال أفين النهار الجمعة قضينا هذه كانت شو لما تنش باش يتسموها هذا المبادرة هذا الشيء بطول كتابة نفس المبادرة في المنزل وخمسة باش نعرفوها هذا الخط واش كاين واش بيتش الجماعة ذات في الانترنت واش باسم رئيس الجماعة واش باسم النواب ديال الرئيس ولا كاين الناس راه حاطين فمهم راه تيهضروا على الجماعة بدون علم بدون أساس خصهم يوقفوا هذا الرسالة عند حدها وهذا النص في الجماعة يسمع أنه كاين شي حد عطى شي تعاون ولا شي جمعية هي اللي جابت هذا المشروع لماذا التلاعب بالألفاظ؟ ولكن على خاطر تمشي دار تنس تسمع على هذه الجمعيه هي اللي دار هذا الشخص هو اللي دار هذا راه اهانه ولا واحد باغي يتبرع على متوسط الجمال عليك ان هذا كله سمعتو وبغينا منك هذا الجواب لان انت مختار مزال وانت الواحد اللي خاص ليك القانون باش تكتب للجمعيه اللي ما ادت شيء والجمعيه اللي تقدر نقلة هذا تالي ربي عن السيد رئيس الشكور على غير مزال لانترنت لا يزال أنا كبر تقرين كل ولا يشجع نحن نغردن ولا يتسوق نغرد أنا أدا غير أفسد غير أفسد ما بس 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 واش هذا الاعلام الالفاظ خلي معاه الجواب هو ماشي كاين مره في الجمعه انا هذا باش الحاج لا باش الحاج ما نعرفوش كل اللي احترام سير الجلسه مثلا في الاسلام بعض الاخوان طرح النقاش حول 80 مليون ولكن جربنا نقاط اخرى ولذلك فمع ذلك لا بد باش نعطيو وجهة نظر ديالنا في الموضوع في النقاط اللي طرحات باش نحيد اللبس اللي لنا الغمامة اللي لبعد لنا المسائل فيما يتعلق بالموقع الانترنت هو ظاهر الصحية الرأي والرأي الآخر ولكن لا يلزم إلا صاحبها ما تلزمش لا الأعضاء ولا المسؤولين مع الأسف أمتنع المواقع نتمكن طرح المواضيع اللي هي دون الحقيقة وجاينا نشوف بعض الأحيان في الأعراض ديال بعض الناس ماشي معقول ولكن كما قال الرئيس هذه بداية نتمنى إن شاء الله تحسن المواضيع اللي تطرح لأن فيها صلاح هي مرآة لتدبير الوجه ديال النهج. الكذب غير في نقطة ديال الإنترنت المسؤول فكل ما يتنشر نغا اشكو بون كنا تنشر اولا بعدا كان موقع فيرمي خاص ديال نحيت عند ستوكونيت نحيت واحد يختوي كرايا سمير انت قال المسؤول انا كنا حنا غير الموقع عندنا نقصر ونحيت سول كل اللي نسنت يسمعوا نسنت اللي كنيات نسنت باش نحيد اللوز اشكو ممكن اللي سنيت لان العدد انت قال اسماء مستعاره وقال كان اللي يسمع سكيت خيار ارسلت تسبو قال كل دم خار سواء ولينا الجمعيات ولا الجامعه ارسلت تسبو رؤساء قديمين وين جديد مان ورا تنظم يزمن النقاش هذا يمكن ورا تنسيري من كي كان مسؤول التنمية البشرية من 2006 أرغسل السي زوار كيف تنسيت من جمعية الركزة حضر جميع اللقاءات يعني الاجتماعات اللي تسكر التنمية البشرية حضر عاصم كل شيء لا هو اللي غيتحضر الرئيس إحياء كرئيس جامعة العصر لا هو اللي غيتحضر النائب المنس أكيد كمسؤول التنمية البشرية إلا دار المسؤولية تتبع جميع المشاريع اللي تيوسكر الرو تشكى تقريبا كاين لنا عبد الله ينظر كي قال الواحد اللي تشكى هذه السقسات من يلكم المشاريع ما يسكر غوا من يلكم غوا نكي ارسقها باش تتولى الاخبار يوميا يعني العدد من الدار سواء هو تشكى صغير الا ما كلش الجامعات
إلا ما كورسن ما المشاريع ذري إلا ما إكزاغتين وهو كر المضعات في كاني غجة في كني أرتل النقاشات أرسن كيس بيان الواقع اللي يتفوت من البشرية سول إذا سوى غير غمكن أرسن من المحاضر اللي زرين كل ما ينوسن يلي غزوة النتيرة التي أرسن تنبالهم يقوي السكان كل شيء أرسن كرت تبع المشاريع وأن يكمل إنجح أرسن تقاب وأن سول إلا الغغار أرسن تقاب وأن يدرك العرق على أرسن سوى ما يني قام الواجب أن لا فورماسيون هي تروى النحس كله تروى الجماعة القضية أن الجرار فعلاش بكتد ما يجرار تصل غد نكس رئيس كإخبار ناس ودي غير كتلة الأزمة هو ما نفس ليت الفكرة بضرم الجمعية اللي إلى الجماعة النحيس أدس مؤخرا نسمون أن صغية ستير ناس نزيد اختل الجماعة أشكر كمان على الأخبار بنات الجماعة رغم ترام نظف المشاكل اللي عيش تي الجامعة إلا ما يبقى إنه بشهار إلا ما دارو رمان درانا يتولي بزاف غير تقلنا تنتلك متوالا وريلي المهم نناقش الموضوع عن نور دورة النقش لنا علاش أو تيوسكار يد ستير ليام زايد السؤال أنا دي قانوينو سينا راسا دي ستير ناتي كوماندات تي يطلع سمنا يتبقان أرد تقلس لا أطلت الله الجمعين وفين لا سيدياتور اتفاقية اللي ريلي غير الجامعة غير الجمعية سميت استفادة من الاستغلال لما يلي ديوش كان في التنمية البشرية باش يخدم دراسة نكرين سن تراكتوريز ديك شم سوا فايان شهر سعود شهر ستة يعني تسعة شهور تقريبا واستدر غير حتى الجديد التراكتور ما يمكن حقا نسائله ما نرى نسرش تساؤله ما يقال مسؤول ولا سوا غاكي السكان كراني انا تيجي نسيس نز انا سوا في رئيس الجمعية اللي كان مسؤول اولا ثانيا كممثل دائرة انتخابية كعضو المجلس ثالثا ك واللي كتني رئيس اللي رد المشروع عندي حاضر الزريت سيس من جميع الوفيان الزريت نتا فلاس نسي كله فلاس اذا ما حقنا ان تقصى ما يمكن شغلان ما الا قال الاسئله ما وردتني عليها ولا تقرا ولا عدوات كرانيان ولا والو مش هل الاخبار حتى من غساس القدام كي عن اخبار جميع المسائل اللي تكلم من المحليه ان لا بدات نتبع يقاد المتابعة أفضل من سواء فيما يخش الجوفة التراكسور قال لك أما عضو ديال الدائرة واحد ورئيس جمعية الفاين لا حد الأمر تدرى غير الكاس جريس كون أقرار من لا إنا لكن سقسين كي وهو راس طعم مباشرة كلام كل ما لهم صلاة وش كان الجواب الحمد لله لا نعقلين لا نتكلم عن الأخبار إلى يوم من هذا وتتليل برايك ديال التراكسور ما كنا تستنى الرئيس كي يستنى لا نقصى ماشي العراقي لأنه هو الخالد ديال الشيتير لحد الان ارغسه وتيلي لا كارت جريج ارغسه وتيلي الحق ديال التراكتورات فوق هاد التسجيل على السبيت جبر كي قالو تنسمر لان كاين ادفع على كارت جريج هو قادير رئيسنا ماشي دار كاشي ديال الجمعيه في الدار البيضاء سيف ناكنس دار البيضاء بالميل في دار الغار بالميل على داكتر سمدنا نتصلاح بعد ما تصلح الدندس انا سويت الشهاده الاداريه ديال مقر الجمعيه عاد مش الدراسه القياده عين سبع باش هذا مسكين الشهاده الاداريه لان كاين هذا هو الوصل الموقع ديال الجمعيه باقي ما عندكمش غير الوصل الرسمي ماشي لقيت الجمعيه راه غتجدد ماشي عاد الست ارغسه ربما غسه اللي غاشكا كان يدو لا كارت جريج سيرفيس دي مين أرغس شو كله فرئيس فرئيس إلا غير في الرئيس لأن كنا نتفعل القدير تطلع من الميل قرار نفسي الدار سيب نفسي الدار في الدار البيضاء ما نكا عرفت سنكريتني سيب جديد أن يتقبل لا 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 فعلا أشكر بعد أشكر الإخوان جميعا أفايا أشكو أولي فهمني الموضوع فعلا أنا كنت أتردد أنا للجماع سكر الجماع فعلا نكتب نص إنك روني نرى الجواب اللي غيتي وسكر الجماع سي الحسين واجه زي بخير لون دوما إفكار التقرير رأيي لكي أسي شو كا سمعي كا رأيي إفكار سي الحسين تقرير بما أنها المشكلة ما يوقع نعمل صافي قبل نزل شيء ما يجي الواقع سيد الحسين الرئيس هو بدون علم إغري جد خطرس إن جاءوا بني في المشكلة كي يجر صاحب المهمة كده ما ننبع هما الثلاث نكلام نتقل باش غير قلت لي غننا باش باش نقترح ما الشغل مباشره غير المبادره زعما اللي اختي لي راه باقي في السياق ديال المبادره لان جوج كاش الشرع شرع باش يضروا الوزار على بنا التراكسور ولا تكاش التراكسور حتى كيستوفى الشروط اللي ساتكاش انت درت اللي انت دير شي اللي خطر واحد الشيء بلا يصير باش اللي ساتكاش حرارة كنت نبرمج باش هذا سنت ندم ثالثا ناي الرئيس ساعتنا تشكى التراكسور ساعتنا تشكى الشيتير غندير واحد الجمعية الاجتماع
مع الجماعة ومع المجتمع المدني ديال اللي حيت يسكن طبعاً يعني بيجي ليش ما تخدم هالبناية هالسكينة نحن ما تنتهربوش باش هادو السكينة للنحيت إلا اللي برمجنا هاد التراكتور إلا في الاستفادة ديال النحيت ماشي ديال فيه وعندها أبعاد أخرى هاد الجبار وهاد الفلاحة وهاد الشيء عنده الأبعاد أخرى نطلت في نطاق المشاريع المديرية للدخل هاتي نفهمنا المسائل كل ما نستلحق لا تفهمت غير ملزم ولا زينه لا خلي هذا ما ملزم باش نجاوبوا عليها مش باش تصور النتيجه عارف يحرك سبعه نتاع شي يخلص لا تفهمت ولا في الراديو هذاك غير انا ربيني كنطنطجكم النقطه الثانيه بان حاجنا كاين كلام فلانتر فلانتر ماشي كلام رسمي لا يلزموني انا إلا تكتب فعلا إلا جبت شي واحد الجماعة ولا جبت شي واحد شي حاجة كتهم الجماعة أنا كان جو صفتي وتقبلت كان وضح الناس شي بقى إلا تبعنا ذاك شي ديال الانترنت فعلا نفس الحاجة إلا تبعنا ذاك شي ديال الانترنت أنا نظرة كتكتب على شي من حاجة كتكتب على المشاهدة كتكتب أننا إحنا أننا عندي أطوبوت عندي فيلا عندي شركات عندي يوميا كتكتب كتكتب أننا كنصرف كتكتب أننا كان إلا بقيت اللي جدنا تبع ذاك شي معمر نخرج من ذاك كتكتب مسائل اللي فيها متابعة قضائية اللي ما كيقولها حتى المجلس أعلى الحسابات وكنعرفوا الأشخاص لأن كندير تقنيات ديال كيفاش تكتب الشخص من كيكتب البصر وكنعرف الشخص اللي كيكتب داك الشيء والهوية ديالو هادشي ما كيتجاوبش عليه فعلا أي دار غلطير تتناقش غير عندي حاجة إيجابية سمعت واخا ما هذاك الشيء ما كاينش في شي جماعة أخرى ما كاينش في شي بلاد أخرى هاد الناس كيراقبوا المجلس كيراقبوا رئيس المجلس كيراقبوا الجمعيات فعلا عرفتي الاخطاء عرفتي هو هو السبب اللي تجمع ولكن جاوب جاوبني دارو جاوبو هو يخاف يغلط من الحقيقه يخاف يغلط من الحقيقه نسى شتي عمايلنا 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 هي راه يتمادل هي فعلا في ذاك الحاج اتفاقيه الشركه 16 يوم كيف اللي خلقش الجمعيه النور فعلا درت اختي 8 تم الجامعة قلتلو ذلك الجامعة طبغرات الزاوية قضايا هذه هنا في الموقع خارج قضاء ولكن غير الانترنت ماشي حاجه رسميه يسنس غير اختراع من الحيز غير هو انت كموقع الكتروني للجماعه انا نسكر ان سيت الجماعه سيت رسمي سيت رسمي لموقع الجماعه اللي تعبر عن وجهه نظر الجماعه اين جسدنا دينا جسدنا النار يمكن وجهه نظر غير رسميه اين جسدنا نروح به وانا راه الراي الجماعي كيف الواقع